معي بداية في السكري، معي الدهون التراكمية كانت تصل عندي في اليمن إلى حدود 400 وشوية. وين ما رحت تعالج على أساس في اليمن عالجت في عدة أماكن، كل الإشكالية كان معي إشكالية في الوزن. لأن معي 13 فقرة انزلاق ب 13 فقرة في العمود الفقري. المهم ما رحت قالوا لي ما بالله تحاول تخفف الوزن 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 في كل مستشفى أروح. عزمت إلى هنا إلى الهند في بداية شهر 9، أتيت إلى الهند وتعالجت في عدة مستشفيات، مانبال في مدري اسمها، عدة مستشفيات، وكل دكتور بيدي لي علاج لكن بيقول لي الوزن، حاول تخفف من الوزن، حاول تخفف من الوزن. الحمد لله رب العالمين. وسألنا تأكدنا من عند دكتور لا عند دكتور، وصلنا إلى عند الدكتور معين، معين الدين، بحيث هو أفضل دكتور قد عمل هذه العمليات في على مستوى يعني لما أقول درجة ثانية في الهند إذا ما كان درجة أولى. دكتور مخلد مهذب عنده جميع الصفات، مؤمن مسلم. أتينا لعنده شرحنا موضوع العملية، كيف نسبة نجاح العملية، إيش الذي بان عني منه بعد العملية، وإيش النجاحات بعد العملية. So now you can see after almost a month now, Adil has lost around 11 to 12 kgs and he can feel the difference. Adil will be losing around roughly around 45 to 50 kgs in a span of 6 to 8 months. Masood has lost around 6 to 8 kgs in a span of 1 month. Now he's expected to lose 30 to 35 kgs. هذا بفضل الله وضم بفضل الدكتور معين وجهوده الجبارة هو والطاقم حق الكادر بشكل عام، يعني سواء من دكاترة من المسؤولين في العناية من جانب نظافة في المستشفى، يعني كل شيء على ما يرام الحمد لله. وهذا المستشفى مستشفى مانيبال ماليريز رود، هذا يعني أفضل مستشفى، يعني لاحظنا في عدة مستشفيات، يعني فحصنا رحنا تحركنا في عدة مستشفيات على أساس نطمئن جانب العملية. بعد ما شفنا الدكتور يعني وثقنا وثق كامل والحمد لله رب العالمين. وكما أنصح أخواني المرضى سواء من اليمن أو من غير اليمن الذي يعاني من نفس المشكلة التي كنا نعانيها، السمنة المفرطة، فليأتي إلى هنا مستشفى من ميلاريز رود إلى عند الدكتور معين، كونه أفضل دكتور أنا أقدر أن أقول أنه أفضل دكتور داخل الهند. We wish him a best of luck for their future endeavor and now we expect them to lose 40 to 45 kgs Masood and 50 kgs Adil to lose and they will be getting rid of all the health issues in future whatever they are going to develop.